صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض. واحنا النهاردة هنعمل فيديو جديد للعبة جديدة وهي ببجي لايت. النهاردة كنت قاعد في امان الله، فجأة لقيت الواد رامي الكلب، سوري يا رامي، بيقول لي الحق يا صبحي خد اللينك ده نزل ببجي لايت، بقت من غير في بي ان. فانا عرفت ان كانت ببجي لايت دي بتتلعب في بي ان، فانا ما كنتش اعرف المعلومة دي بصراحة، وما كنتش اعرف اللعبة اصلا، فنزلتها. اللعبة مش كبيرة، اللعبة حوالي 2 جيجا و 300. واللعبة أنا راجل لعبت ببجي ستيم كتير، كنت نوب جدا فيها، وبعدين بيأست منها وبطلتها، وبقيت بلعب ببجي موبايل لأنها أسهل كتير. فأنا حاسس أن ببجي لايت تحس أنها واخدة الحلو من ببجي ستيم والحلو من ببجي موبايل، هو حتة في النص كده. بس أنا شايف أن الجرافيكس بتاعها حلو جدا، يعني هي مش فارقه كتير عن ببجي ستيم خالص، وتقدر تشتغل على اجهزه بامكانيات اقل بكتير. الناس اللي بتلعب ببجي موبايل بس ما لعبتش ببجي ستيم هيقعدوا فتره عبال ما يظبطوا الايم، لان الايم في ببجي لايت صعب شويه على الناس بتاع موبايل. بس فده فيديو كده انا وشيماء، شكرا لشيماء انها نورتني في الفيديو ده. صورناه فيديو جيم كده، هتلاقي فيه بوتات كتير طبعا لان اللعبه لسه في اولها، بس فيه مش بوتات برضو. بستعرض اللعبة كده تشوفوها، وعايز اعرف في الكومنتس كل الناس تكتب بعد ما يشوف الجيم رأيهم في اللعبة وايه رأيهم في الجرافيكس. والناس كلها هيلاقوا الديسكريبشن تحت في اللينك بتاع اللعبة لو عايزين ينزلوها، ويلا نشوف الجيم مع بعض. يلا طنط جميع، يلا بينا نكسب الجيم دي ان شاء الله. يا ولد على الثقة، نخش الجيم دي بس الاول. دخلنا بأمان الله. ده سنهوك داخل معنا ناس. بقول لك ايه، عايز انا بقى اتنين بس ولا يخش معانا ناس عادي؟ هو في حد بس ماشي خلاص مش مشكله. ده محمد. ياه محمد، انا بحب سنهوك بصراحه، بحس ان فيها تفاؤل كده. وسنهوك كمان بتحبك يا شيماء. ميرسي والله. ترش معايا ليه؟ تعالى ننزل كامبونج دي. ماشي نجرب. عملتي لي فولو. محمد نزل فوق. نطي. تمام. شفته أول مرة نزل صح، الحمد لله. نخلي بالنا من بعضينا بقى. ها؟ ده إذا عرفنا يعني. إذا أنا عرفت. الصوت بتاع الباراشوت اللي في الأول ده جامد فشخ. فعلا. كل واحد بقى بيت ما نقطعش على بعض. ماشي أوكي. بس خلينا قريبين من بعض برضو عشان نلحق بعض لو وقعنا. ده في توك توك اهو. اركب انت، اركب انت. طبتين يا جماعة، في انرجي درينك انا طمعت فيه، معلش. الجديد يعني مش اول مرة. شكرا يا جماعة. طب في توك توك هنا، هاخده واطلع غير عادي. مصد حد حوالينا ولا حاجة؟ يا رب النصر يا رب. لا مفيش. ايه حرب اكتوبر اللي احنا فيها دي؟ ايه يا شيماء، يبقى منظرنا وحش يعني. نكسب اي حاجه، هنكسب يا شيماء، وهنعمل جيم عالمي، وكل واحد فينا هيجيب 18 كيلو. ايه ده ان دريم ولا ايه؟ ان دريم. لا لا هنأدي اداء فاخر ان شاء الله. ثقي ثقي في الله وثقي في نفسك يا اخت شيماء. ابعت ده ان يور دريم عشان تكسب. كان اسمه ايه الراجل ده؟ حاجه الاغا تقريبا. مفيش حد حوالينا خالص تيكت. خليهم كده حلو قوي. ايه الاوبن بوفيه اللي انا معدي عليه ده؟ انا بحس ان في اللعبه دي السكار احسن من الام 416، معرفش ليه. انا اللي عاجبني لحد دلوقتي اليو ام ده. اليو ام بي حلو قوي. فين يا بشر؟ ايش ما بلاش، انا مش احنا بعيد دلوقتي، انا بعيد قوي عن 200. الواد محمد اللي معانا ده لسه عايش؟ عايش. قبل ما نتحرك يا ريت نضرب بلاكس عشان انا ما خدتش بالي دلوقتي. يا شيماء حاجة اجيب بالعربية. سلام. انا جاي جاي. لا خلاص انا جاي خلاص خلاص قريب. ايه ده؟ لا عايش بجد، انا هفضل شكلي هقول ايه عايش الجيم دي كمان. يا حدوسك السيارة. اوه في حد تاني بيضرب عليها ناس، فانا بروش على بطن ناس. مين اللي بيضرب عليا ده؟
كتير. ايوه بقى شيماء اسمه بندورة. انا البندورة اسمها ايه؟ هات يا ابني الطلبة في ايه؟ سمحت. هو انت اللي قتل الشاب بسم ده؟ الله قلق. واحد انا قتلته هنا، دوست بالعربية راح فين؟ لا عادي نلون من بعض عادي يعني. لا لو سمحت حكي ما حدش يلمسها لو سمحت. طب عليها الاسم يعني مش فاهمة بقول لك ايه، الصراحة. في هنا فريندلي فاير اقسم بالله. بصي انت عارفه، يلا بينا ناخد ما نشوف جوله بالسياره. سيارة حجي. سارة حجي، سارة حجت واحنا قاعدين هنا برضه. برضه محمد مات. ايه بس الحته دي؟ بس حاول كده. ده مصنع ملح ده ولا ايه؟ في ده ملح ده؟ ولا ملح ده؟ الملح فعلا اللي عندنا في مطروح. ايوه شكله ملح والله. المكان انا شايف لمحت هلبت ليفل 2. ده ملح ولا ايه؟ تقريبا ملح. انا لقيت سكوب. سكوب ايه بقى لو سمحت؟ سكوب 2 اللي هو لك ايه المميز في سكوب 2 يعني؟ على الاقل بقدر اشوف فيه زي في حد ناس في حد تانية. في حد في حد في حد كويس بس حاسس اعمل حاجة. طب انا باخد من حاجة ترمي في حاجة تاني. كلمة ليفل 3 امسك والله ما انصبر سكوب تاني. يا بنتي. مش عايز سكوبات، انت بتغزيني ليه من السكوبات؟ والله ما عايز. ثانية شيماء، شيماء انا عايز سكوبات. ثانية انا اسف نعم بهزر. لا انا هوجيلك، نلاقي حاجات تانية ان شاء الله. كويس ادي سكوبتو اهو، انا هحاول واحدة زيك. يا رب رزقني انا يا رب. معايا سلاحين، انا معايا سلاحين. بقول لك ايه، انت هتقرفيني بقى. هنزل ادونك واخد اللي انا عايزه من شنطتك اقسم بالله. خليني ما... هنفض الجلد. خلي خلي خليني محتار فعلا. هتخبطيني هموت، خلي بالك. هموت في ايدك. خلي بالك عشان لو خبطتيني هموت. يلا يلا بينا نمشي، قومي بينا نمشي. يلا يا العربية طالعة ايه؟ حاجة شقية كده. كار M24. ايه يا رج... ايه 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 مابا. انا لو لقيت M24 يا شيماء او كار لو سمحت. انا وانت ده اوكي، بتمشي ورا، عينيا بتمشي ورا تخضيني اقسم بالله. مقصودة طبعا مقصودة. يلا مفيش حاجة من هنا. لا بيبصي يا لهوي ايوه شغال دماغك معانا. طب ايه كنت هتوحشينا انت في اللحظة اللي فاتت دي. احنا في الزون الحمد لله. اوعى السواقة. اوعى وشك. في سكوب 3 هنا اهو، ماشي. حد عايزه؟ مين حد؟ مين حد عايز؟ يعني بتأمر قبل ما اختفي. ماشي بتضرب عليا ومش من دوت. طبيعي انا كده مش شايفه طبيعي قوي. خلي بالك في حد كمان. ها تمام يا طيارة، مش وقتي خالص يا طيارة. خلي بالك من التاني بقى، عشان التاني انا مش عارف هو فين بالظبط. في حد بيجري ورا، في حد بيجري ورا. ورايا؟ ده بتموت سرعة كيل ستيل. انا ما عرفتش اجيبه اصلا. لا 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 بضربه انت بيه. جبت فيه كام هيت انت. في واحد كمان بقى ومش بوت وهيزعلنا، ان فصحصحيله شاء بقى. الله احنا اللي هنزعله. السلام على الثقة. أيوة أيوة أنت فين لا بقى؟ هو كده هيزعلنا. اجري. هو فين الكتكوت ده بقى؟ أهو الروبوتين بيضربوا بعض. دي اللعيبة صفر، هما تقريبا بوتين كانوا بيضربوا بعض. تعالي نروح تفنش، ممكن يبقى معاهم حاجة. اوه أنا جاية بس حتى ده نجرب. ما كانوش بوتات على فكرة. طب عايش والله. لوتش يلا ده اللي جالك بالعربية يا كلب. هدسك باللمرجيني بتاعتي. اه بالظبط. تعالي معايا عشان هو ايه. تعالي معايا الخلاقة دي. معلش انا اصلا لقيتهم بيضربوا فجأة اضطريت استأذن.
هلا بقى مش تستأذن، فين استئذان؟ كمان انت بتضربي ولا حد؟ في، لا في حد بس. عايش في ناس هنا جنبنا. ايوه والله انا حاسس ان حلاقيك، والله انا جاي مخصوص عشان حاسس ان حلاقيك انت. سكوب 6، عايز سكوب 4؟ لا فين ده؟ احنا معانا 40 ثانية نخش الزون. بس ندخل الزون دلوقتي يا ريت، يعني ماشي، نأمن بس ما فيش حد جاي كده. انت اللي ورايا. ها اها صوت رجلك بيرعبني اقسم بالله. اوف لحد عليكي هو ما جاش عليا، بس حاسس انه بيحاول. حد تاني؟ ده ده جاي بيجي وقع في الارض على طول. الشاشة فصلت، الشاشة فصلت. اوف في حد بيضرب ورانا بس انا مش شايفه بصراحه. الزون اجريشن يا يا نهار اسود، خلي بالك عشان هما عندك. ها ايوه بقى يا شيماء، تجري عشان الزون يا شيماء. الناس على يميننا معاهم حاجات حلوة، فليم ثرور تقريبا. الحمد لله. ايه الصوت ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، فينك يا كنونة؟ اه والله في كفار على يميننا، خلي بالك. او في ظهرنا مش ضامنين. نروح البيوت اللي تعالى تعالى تعالى. شباب بص، احنا هنسمي كده عشان احنا دخلنا في المنعطف التاريخي من الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب. ده احنا نسجد بقى. بعد الجيم ان شاء الله. يا ناس جد على المكسب. الله يا نهار اسود على الفايت العنيفه. ده ليه هواي؟ بيعملوا حاجات عيب في بعض. يا ولاد صلوا على النبي. ما فين بقى؟ ولد انا هقول معلومه فظيعه بصراحه، ما واحد قتل فيهم حد تاني ينفع يمشي نسمع شفتهم طلبه. شفتهم شفتهم. كنت هت فيه؟ دول بقى مش بوتس خالص. ها؟ كام بقى؟ هو شافني؟ شكله بوت والله. عايش والله. طب في حد يسأل على فكرة؟ انت ده شيماء ولا مين؟ في ايه؟ في ايه يا شيماء؟ انا انا ضربت، انا ضربت بس مش عارف. انا الخوف كله منك انت يا شيماء. في ده ناس، في تعالى تعالى بيقفل بقى الانتقام. في ناس بتضحك في بعض قدامنا، خلي بالك. هو كده فاضل كام؟ فاضل خمسة. فاضل سبعة. خمسة 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 خمسة. نستنى شوية هيخلصوا على بعض ولا ايه الأخبار؟ أو يخلصوا علينا برضو. ولا بحت حد؟ استنى تفائل، خدي كفر، خدي كفر بس عشان في حد شايفنا. أنا واقفة في ورا الصخرة. في حد رمى صوته ده؟ عشان في ناس جنبنا. ها؟ وفين الناقصين بقى؟ فاضل ثلاثة، واحد اهو. في واحد، واحد كان بيضرب ورايا. خلي بالك بقى عشان احنا ايه بنخلص. هو ورا الصخرة اللي هناك قدامي على طول دي. اوه في واحد تاني. انا زعلت. انا زعلت جامد. معاك هيلث؟ اه صح، يجي على تمام. وشك. هو فين بقى اللي جابني من هنا؟ عليك كده يا شباب. منين؟ شباب قولي لي منين بس. فجرت جنبي جنبي جنبي، اهو جنبي جنبي جنبي، شوف اهو شوف بيبدأ شوف. عليك اهو.
اللي ورا اوف قبل اللي قبلي اوف، اللي لا استعد، لا عايش. شكلك رانك خليني تو، واحد حلو رانك تو. حلو حلو، عاش عاش النجم والله، منهم لله. عاش. قتلت واحد الحمد لله. لا عاش جيم والله، بس عاش جيم والله. طيب يا جدعان، زي ما انتم شفتوا في الجيم احنا كنا قريبين جدا جدا من ان احنا نكسب، بس تتعوض ان شاء الله في فيديوهات تانية. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتم عايزين تشوفوا فيديوهات كتير للعبة دي، واذا كان عجبكم الفيديو. زي ما قلت في اول الفيديو، اللينك بتاع اللعبة في الديسكريبشن، اعملوا لها داونلود عشان نلعبها مع بعض ان شاء الله في ستريمات وفي الفيديوهات الكتير اللي انا هعملها. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وابعت الفيديو ده لاصحابك اللي عايز توريهم اللعبة عشان يشوفوا اللعبة فيها ايه رأيهم. و سلام. نفس الغباوة. ده انا لبس خايفة كوبي بيست الخبطة اللي انا وانت خبطناها. عربية ولاد وعربية بنات، يلا. بص دي، اوه بيبي. تعملوا ايه؟